شفناك حضرت افتتاح استوديوهات مرواس، وهذا حدث رائع، كان معالي المستشار موجود فيه وكذا فنان وكذا شاعر. خبرنا شوية إيش، خليناك أنت الحين مراسل حقنا، قول لنا. صراحة كانت دعوة كريمة ودعوة يعني شوفها شيء فخر لي أنه أنا أكون من ضمن هذه المجموعة الجميلة صراحة، وقدم لهم تحية شخص شخص. حتى أنا بصفت بهذا. شكرا صراحة لهيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ وجميع الطاقم اللي واقفين على هذا الشيء. فعليا مستقبل الفن بخير ما دام في هذا الدعم. صراحة اللي أنا شفت شيء عظيم جدا. خبرنا يعني أنا شفت، خبرنا وش شفت. شوفي صراحة أنا شفت قدامي أساطير بالموسيقى. أوكي. منبهرين من المعدات والآلات الموجودة. كم استوديو تدري؟ تقريبا سمعت أنا 22 أو شيء زي كذا. أتوقع 22 أو 24. واو، شيء مرة عظيم وإيش صراحة. وإيش كمان فيه؟ شوفي يعني تقسيم الاستوديو أو الاستوديوهات شيء عظيم يعني. للإف إم موجود، للدي جيهات موجود، للكمنجات، للصوت الفنان، للتمثيل، فأنت عندك يعني مساحة. الملعب كامل. حلو. فصراحة شكرا. واي احد يقدر يدخل فيه، اي احد يقدر ياجر، اي احد يقدر يسجل. بالضبط، على الايجار انك تجي وتاخذ المكان تورينا ابداعك. وقالها معالي المستشار يعني هذا المكان لكم، وروني ابداعاتكم. يا سلام، عن جد يا سلام. تعتقد يعني في هالاستوديوهات ممكن نشوف مواهب سعوديه مختلفه وجديده؟ بالضبط، هو شوفي الصراحه المواهب موجوده اكيد، ومواهب كثيرة جدا. حتى قاعدين يعني كل فترة نشوف موهبة يعني متمكنة بشكل مو منطقي ما شاء الله تبارك الله، لكنه مختفي. فهذا الأماكن وهذا الدعم بيظهر المواهب الموجودة بالسعودية. حتكون يعني تنافس عالي أكيد. أكيد، والقمة تتسع الجميع. حبيت هالجملة، قمة لا تويتة هذه.